السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وطلاب بريب 1، أهلا بكم. معلش اتأخرت عليكم في دروس الألجبرا. النهاردة هنتكلم عن الليسن نمبر 2 اللي هو التايتل بتاعه بيتكلم عن نون نيجاتيف انتجر باورز. الدرس ده برضو زي ما قلت لك هو يعتبر أول ثلاث دروس مرتبطين ببعض، حتى الليسن الثالث برضو يعتبر مرتبط بيهم كمان. فالنهاردة مش هتلاقي حاجات جديدة قوي، حاجات بسيطة بس، برضو كالتالي برضو هقول لك برضو نفس الكلام، نصيحة: حاول تحل المسائل دي بإيدك، يعني ما تستخدمش الكالكوليتر إلا في حدود، يعني خلاص حاجة أنت مش عارفها، يعني مسألة لو هتقعد فيها يعني دقيقة زيادة مش مشكلة، بس أهم حاجة إنك تعود دماغك إنه يشتغل وإنه يفكر. صدقني أنا ما فيش أسهل من إن أقول لك يلا كله شغل كالكوليتر، صدقني يعني ما فيش أسهل منها خالص، وما أنا ممكن أضحك عليك يعني في الاول وفي الاخر اقول لك على حاجه، يعني انا لو ابني مش هقول له كده، يعني بضحك عليك لو قلت لك استخدم كالكوليتر في المساله دي، يبقى انا كده بضحك عليك، لان كده يعني كل ليسون، عشان بس يبقى انت فاهم، كل ليسون بيبقى فيه مجموعه من المهارات انت لازم تتعلم المهاره دي، يعني انت لازم تعرف دي جت ازاي ودي ليه ودي ازاي وامتى وفين وكده. لو انت ما اتعلمتش ديت وعملتها بالكالكوليتر، الكالكوليتر بتطلع الناتج على طول، فانت لو ما اتعلمتش ديت خلاص يبقى انت الدرس كده راح عليك. تيجي تبص بقى فيما بعد تلاقي الدنيا معاك صعبة، مش فاهم حاجة. لا حتى المستر لو ما بيجي يشرح لك حاجة بعد كده يجي يقول لك يا ابني ده كانت في سنة كذا، انت ازاي؟ ما في دي الفكرة، يعني انا احب المصلحة ليكم. هنا في الليسون الاولاني او في الاكسرسايز 1 ده او في الكويشن 1، هنا بيقول لك كالكوليت ايتش اوف ذا فولوينج از امبورت ذا ريزلت ان ذا سمبلست فورم 2 over 3 power 3 multiply 2 over 3 to the power 2. زي ما قلنا برضو في الليسن اللي فات، انت عندك هنا البيزز هنا سيميلر، فيها بروبلم؟ لا ما فيش مشكله ولا حاجه. يبقى 2 over 3 power، هنا الباور دي بنعمل لها ايه؟ بنعمل لهم اد او نعمل لهم سم. 3 plus 2 بيكون ايكوالز ال 5، 3 plus 2 بتكون ايكوالز ال 5. ممكن دي بقى تعمل على الكالكوليتر، يعني 2 over 3 to the power ايه 5، خلاص كده دي هتطلع 32 over هيتيون ملتبلاي 3 يعني 241، خلاص. وتعمل باب ايه وتخلي الكالكوليتر تعمل لك سمبليفاي. طب هنا في نيجاتيف، يبقى لازم تركز شويه بقى. ليه؟ لان النيجاتيف هنا باور اود، فلازم تكون موجوده معايا بره. النيجاتيف هنا باور اود، فلازم تكون موجوده في الانسر، لازم تكون موجوده في الريزلت. النيجاتيف لو كانت اود، وقلنا الكلام ده في الليسن اللي فات، فهنعمل لها ازاي؟ هتبقى نيجاتيف كده بره، كده بره البراكت 2 اوفر 3، يبقى 2 over 3. شوف انا عملت ايه النيجاتيف هنا بره، هنا يعني بقى انا خدت هنا بيسز هنا 1 بيس، وهنا عندي 3 بلس 2 برضه بتديني ايه 5. على فكره هي زيها، بس الفرق ان هنا ان في الانسر هنا هيطلع بالايه بالنيجاتيف، وبعد كده تعملها على الكالكوليتر. طب هنا النيجاتيف هنا باور ايفن، النيجاتيف هنا باور، اهم حاجه النيجاتيف لازم تبص عليه عشان ما يلخبطلكش المساله. النيجاتيف باور ايفن كنسلها، ليه باور ايفن؟ خلاص تروح هتتكنسل، يعني هتطلع بوزيتيف. هنا ال 1 اوفر 5 دي باور 1، هناخد هنا 1 بيز كده 1 اوفر 5 باور 1 بلس ال 4 ايكوالز ال 5، تبقى 1 اوفر شو هتطلع بكام، تمام. طب هنا بقى في الديفايد بنعمل سبتراكت الباور، يبقى 1 اوفر 6 9 ماينس ال 8 هتكون ايكوالز ال 1، و1 مش بيتكتب، يبقى هنا بنعمل ايه سبتراكت. طيب تمام. طب هنا بيقول لي ايه 2 over 7 divide 2 over 7 برضو هناخد هنا 1 base power 5 minus 3، يعني بنعمل minus هتبقى 2، يبقى 2 power 2 be equals 4 و 7 power 2 بيكون equals 49. شوف هنا النيجاتيف قبل ما تبص حتى على المسألة، النيجاتيف هنا النيجاتيف هنا power odd number، فعشان كده هنعملها هنا power bracket، وناخد هنا 3 over 5 واحدة، ونعمل هنا subtract 7 minus 5 بيكون equals 2، 7 minus 5 بيكون equals 2، تمام. طيب وبعد كده دي بقى اللي انا بتكلم عليها، النيجاتيف اوعى تدخلها جوه البراكت، لان لو دخلتها جوه البراكت هتضيع، هتتكنسل، علشان هنا في عندك هنا باور ايفن، فيبقى تتحط بره البراكت، فهتبقى النيجاتيف 3 باور 2 بيكون ايكوالز 9، و 5 باور 2 هتكون ايكوالز 25، هيبقى النيجاتيف 9 اوفر الايه 25. طيب تمام.
هنا مالها؟ هنا في نيجاتيف، هنا باور ايفن، هات الكنسل ماشي. وهنا في عندي ميكسد نمبر، لازم تعملوا كونفرت ان بروبر فراكشن. هنعمل ازاي؟ نعمل باور وهنا 2 ونعمل ده تايمز ده 2 باي 2 ايكوالز 4 بلس 1 يديني 5 اوفر 2. يبقى ديت بقت الفاليو بتاعتها بتكون ايكوالز 5 اوفر 2. يبقى هنا هيكون عندي 5 اوفر 2 تو ذا باور 2 ديفايد 5 اوفر 2. وطبعا 5 اوفر 2 ديت باور 1، هناخد هنا منها 1 بيس، وطبعا بنعمل سبتراكت باور 2 ماينس 1 بيكون ايكوالز 1. خلاص خلصت كده. طب هنا الهاف هيبقى هاف باور 2 دي بلس 1 بلس 3. 2 بلس 1 3، 3 بلس 3 ايكوالز 6، وتطلع الفاليوز بتاعتها. طيب هنا ده ديفايد عادي مفيش مشكله، برضو 4 اوفر 5 اهو باور. هنا في ديفايد يبقى بنعمل ماينس 8 ماينس 6، وهنا في هنا هنا في باور 1 هتبقى بلس 1 بلس الايه ال 1 هيبقى 4 اوفر 5 باور. يبقى دي ماينس ودي بلس عادي. 8 ماينس 6 2، 2 بلس 1 هتكون ايكوالز 3. تمام. فكرة تانية برضو، هنا 3 باور 7 ديفايد مالتبلاي 3 باور 3 ديفايد 3 باور 6. هنا ممكن نعمل باور، طبعا ده يعتبر مسألتين، مسألة تايمز ومسألة ديفايد. ف 3 و 3 هناخد منها 3 واحدة 1 بيس، والباور زي ما بنجمعهم 7 بلس 3 بيكون ايكوالز 10 اوفر 3 تو ذا باور 6. خلاص. وهنا بقى بقت المسألة بقت ديفايد، هناخد هنا منها 1 3 و 10 ماينس 6 بيكون ايكوالز ال 4، وتطلع الفاليوز بتاعتها 3 تو ذا باور 4 هتكون ايكوالز ال 81 بيكون ايكوالز الايه ال 81. طيب ممكن تحل بطريقه ثانيه؟ اه ممكن عادي. ايه هي؟ 1 3 هنا 7 بلس 3 عادي نعمل بلس، هتاخد من نمبر من عند الدينومينيتورز ما كان ديفايد، من البوتوم نمبر ده بنعمله سبتراكت، سبتراكت 6 هيكون 3 باور 7 بلس 3 10، 10 ماينس 6 بيكون ايكوالز 4، 3 تو ذا باور 4 برضه بيكون ايكوالز ال 81. طب وهنا 2 ديت باور 1 برضه ناخد منهم، ممكن ناخد 2 واحده كده 6 بلس 1 7 ماينس 3 بلس 4 يعني ماينس. ليه؟ علشان نزلت تحت هنا عند البوتوم او عند الدينومينيتور، و 3 بلس 4 بيديني 7 تمام، و 7 ماينس 7 ايكوال 0 2 تو ذا باور 0 بيكون ايكوالز ال 1 2 تو ذا باور 0 بيكون ايكوالز ال 1. خلصت. ها يبقى تاني تاني تاني. حاضر حاضر حاضر. هنا ديت 2 تو ذا باور 1 الطريقه الثانيه، ناخد ال 2 نعمل 6 بلس 1 ايكوال 7 اوفر، ناخد ال 2 3 بلس 4 برضه ايكوال 7 نفس النمبر هيديني في الاخر 1. كانها ديفايد، المساله كانها ديفايد بس كده خلصت. طيب النيجاتيف هنا 5، اه نيجاتيف باور ايفن كانسل، ناخد 5 4 plus 2 equals 6 over 5 to the power 3 يديني 5 over 6 minus 3 بيديني equals 3 يديني في الاخر 125. طيب هنا هنا نعمل ايه؟ النيجاتيف هنا شوف بقى، ركز بقى معايا بقى، النيجاتيف هنا باور اود يبقى تبقى معايا، والنيجاتيف هنا باور 3 باور اود برضه تبقى معايا. قال لا هنا نيجاتيف هنا نيجاتيف بيكنسلوا مع بعض، يبقى النيجاتيف فوق مع النيجاتيف من تحت يكنسلوا، هناخد منهم 2 بقى 5 بلس 4 ايكوالز 9، وهنا 2 3 بلس 2 بيكون ايكوالز 5 2 نعمل سبتراكت يديني 4 يديني في الاخر كام؟ 16. طب هنا في نيجاتيف 3 ديت كانها مساله ديفايد واحده، بص دي دولت كانها مساله ديفايد واحده، ودي برضو كأنها مسألة ديفايد لوحدها، دولت كأنها مسألة ديفايد. فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنقول هنا نيجاتيف 3 و 5 ماينس 3 بيكون ايكوالز 2 تايمز، هنا برضو هناخد منهم هنا 1 بيس نيجاتيف 2 7 ماينس 5 بيكون ايكوالز 2. دول مع بعض النيجاتيف باور ايفن تكنسل 3 باور 2 ب 9،
نيجاتيف باور ايفن تكنسل 2 باور 2 بيديني 4. 9 تايمز ال 4 بيكون ايكوالز 36، هيكون ايكوالز الايه؟ ال 36. طب تمام. طيب هنا دي بقى خلاص بقى سهله بقى، يعني هناخد الاكس وناخد الواي، يعني الاكس اهي 4 بلس 5 تنزل تحت تلاقي في اكس ماينس 6، والواي جنبيها اهي هنا واي باور 3 3 ماينس 2 عشان واحده من فوق مع واحده من تحت 3 ماينس 2. دول هتبقى الاكس دي 9 ماينس 6 يديني 3، ودي واي 3 ماينس 2 بيديني 1، وال1 ما بيتكتبش دي او دي. طب هنا جايب لك الاي بي اوفر 3 تو ذا باور 5 عادي، هتبقى الاي باور 5 والبي تو باور 5 والسي برضه باور 5. اي باور 5 يبقى اي باور 5 بي باور 5 اوفر سي باور 5. هنا برضه 5 باور 2 يبقى 25، والاكس باور 2 اوفر 3 باور 2 ب 9 والواي باور 2. طب هنا النيجاتيف باور ايفن تكنسل 2 باور 4 16، وهنا بقى هنا ال A باور 4 B باور 4 اوفر ال 3 باور 4 81 تمام، وال C برضه هتكون باور 4، يبقى كله باور 4 باور 4 باور 4. نيجي بقى في المسائل ديت لانها مهمه جدا 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 جدا. المسائل دي هنا بيقول لك 3 باور 2 ملتبلاي 3 تو ذا باور 5، هنا ما فيش فيها مشكله، هناخد 1 3 1 بيس و2 بلس 5 ايكوال 7 هيبقى 3 تو ذا باور 7. طب هنا في بلس نعملها ازاي؟ 5 باور 2 بلس 5 باور 2، ما دام المساله جت لك بلس والباور يبقى انت المفروض تخليها بالمالتبلاي، يبقى المساله جت لك بالبلس والباور انت بتخليها ايه؟ مالتبلاي. يعني ايه؟ يعني هتبقى ناخد منهم 5 باور 2 واحده وبنعمل تايمز ونعدهم 1 2 وال2 ديت باور 1 او مش مشكله، يعني طلعها 5 باور 2 ب 25، 25 باور 2 باي 2 بيديني ايه؟ 50. بيديني ايه؟ بيديني 50. يبقى انا هتجي لك تاني على فكره دلوقتي، هتجي لك تاني فين فين اهيت نمبر 7 بناخد منها 3 باور 10 واحده هي بلس نخليها ملتي بلاي، ولو ملتي بلاي نخليها بلس باي عد يديني 3. 3 ديت to the power 1. 3 دي to the power 1. ها 3 ديت ايه؟ to the power 1. وبعد كده ناخد 1 3 10 بلس 1 بيديني ايه؟ 11. يبقى 3 باور 11. برضه ديت شوف 4 باور اكس. هذا 4 باور اكس. ونعمل تايمز ونعدهم. 1 2 3 4 1 2 3 4 وال4 ديت ايه؟ تو ذا باور 1 ونعدهم ونايه ونعدهم ونحلها بقى، هتبقى ال4 واحده وناخد نعمل دو بلس 6 بلس 1 اكس بلس 1 اي ديت 4 اكس بلس 1. طيب تمام. هنا بيقول لي 3 باور 5 ملتبلاي 2 تو ذا باور 5. احنا سيبنا حاجه من اللي فات؟ لا تمام. الباور هنا الباور هنا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا سيميلر. الباور هنا سيميلر فبناخد منها واحده. والبيسز هنا بنعمل لهم تايمز. 3 باي 2 بيكون ايكوال 6. هتبقى 6 باور 5 بس خلصت. طب اي حاجه باور 0 1. طب هنا بقى ايوه 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 ايه ايوه ما خلاص ايوه لما تلاقي هنا في يعني دي بيعتبر باور اوف باور، بس باور اوف باور من نوع مختلف شويه. لما تيجي تلاقي ان البراكت فوق هتحل دي الاول، يعني انت هتحل البراكت ده الاول 2 باور 3 ب 8 2 باور 3 باور 3 خلي بالك باور 3 مش قلت باي 3 2 تو ذا باور 3 ب 8 هتبقى الانسر 3 تو ذا باور 8 اللي هي دي. طب لما تلاقي البراكت ده تحت شوف شوف الفرق بين المساله دي والمساله دي، البراكت هنا فوق البراكت هنا تحت. لما تلاقي البراكت هنا تحت كده عند البيس نعمل دول تايمز، هنعمل دول تايمز يعني 2 باي 3 مش باور 2 باي 3 ايكوال 6
تبقى 5 باور 6. 5 باور 6. على فكرة المفروض انت المسائل اللي جاية دي بقى خلاص تعرف تحلها بقى. المفروض يعني هيبقى 3 2 باي 5 باور اوف باور بنعملهم ايه؟ تايمز باور اوف باور يبقى 10 اوفر 3. 5 باي 2 ايكوالز برضه 10. نفس النمبر على نفسه 3 باور 3 باور 10 اوفر 3 باور 10 هيديك في الاخر 1. طيب انا عندي هنا الاكس هذا الاكس 2 باي 3 باور اوف باور 6 اوفر والاكس دي باور 3. هناخد اكس واحده ونعمل سبتراكت 6 ماينس 3 بيكون ايكوالز ل 3 يبقى اكس باور 3. 2 واي all over باور 3 يبقى 2 باور 3 هيكون ايكوالز ل 8 والواي باور 3 عادي. طب هنا بيقول لي بي باور 3 باور 4 باور 4 بي باور 3 باور 4. تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان البي باور 3 ديت متجمعه مع نفسها او معموله مضروبه في نفسها 4 تايمز معموله ملتبلاي باي اتسلف 4 تايمز. تاني هنا لما يجي يقول لك بي باور 3 باور 4 معناها ان باور اوف باور يديك كام؟ 12. يبقى البي باور 12 من هنا اللي هيديك 12. من هنا اللي هيديك 12 ها مين 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 مين, مين؟ هيبقى يكون اللي هو ده لان 4 بلس 4 بلس 4 هيديني في الاخر 12. في الملتبلاي بنعمل سم للايه للباور بنعمل سم للباور في الملتبلاي بنعمل سم للباور. يبقى انت تطلع الفاليو الاول وبعد كده بتطلع الايه اللي بيساويها من التشوز. هنا بيقول لي ذا كوارتر اوف ذا نمبر 4 باور 20. ذا كوارتر يعني ديفايد ال 4. دلوقتي لو انا جيت قلت لك هي انت معاك مثلا 100 جنيه نص الفلوس اللي معاك قد ايه؟ هتقول لي 50. جبتها ازاي؟ نص يبقى ديفايد 2 ديفايد هاف. فهنا برضه نفس الفكره ذا كوارتر يعني ديفايد ال 4 وال 4 دي باور 1 وعايزها بالباور. هناخد 1 بيز 20 ماينس ال 1 20 ماينس ال 1 هيكون ايكوالز 90 هيكون ايكوالز 90. اخر سؤال معانا بيقول ايه؟ لما يكون عندك الـ A الـ value بتاعتها بكذا والـ P بكذا والـ C بكذا find the numerical value of H. أنا عايز الـ numerical value لمين؟ لكل ده. حاضر هنحل الـ bracket الأول. بص يعني فيها فكرة حلوة عايز أقولك على حاجة حلوة أوي. إيه؟ أنت عندك هنا الـ A power 2 والـ C power 2 إيه رأيك لما يكون هما الاتنين power 2 واحدة؟ مش فاهم يعني نخليها كده الاتنين power 2 وطبعا هنا باور 2 كمان يعني باور 2 يعني 2 باور 2 بيديني 4 يعني باور 2 باور 2. تاني الحته دي عشان تبقى سهله معاك انت ممكن تحلها على طول على فكره بس ده الافضل. يعني الاي باور 2 سي باور 2 نخليها اي سي الاثنين دول باور 2 وعشان هنا في باور 2 كمان يبقى 2 باي 2 بيديني 4 اوفر البي. هنطلع بقى الاي سي الاي سي تعالى يلا كده ال A وال C يعني 5 over 3 times ال C 2 over 5 ما تنساش ان كل دول باور 4 divide ال B اللي هي بالنيجاتيف 3 over 2. تعالى شوف بقى هنعمل ايه. هنكنسل 5 دي مع ال 5 دي بقى الانسر عندي هنا 2 over 3 to the power 4 2 over 3 to the power 4 يعني 2 power 4 هتبقى ب 16 over 3 power 4 81. طب هنا في ديفايد نخليها ديفايد دي كده نيجاتيف 3 اوفر 2 وينفع؟ اه ينفع. طب بعد كده كنا بنعمل ايه؟ بنجيب الريسبروكال بقى يعني 16 اوفر هنثبت دي اقلب دي اقلب دي ثبت اقلب اقلب يعني هنا نيجاتيف 16 اوفر 81 ديفايد تبقى تايمز نيجاتيف 3 اوفر 2 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 نيجاتيف 2 اوفر 3. طيب لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي مفيش لا سمبليفاي اعملها على الكالكوليتور يا سيدي لو مش عارف هتبقى 2 باي 16 ايكوال 32 اوفر و 3 ملتبلاي 81 هتكون ايكوال 243. يبقى انا الفكره هنا ان انا فكيت دي خلاص بقت 2 اوفر 3 باور 4 والديفايد دي خليتها ديفايد عاديه
يعني مش لازم نخليها بار فراكشنز يعني. زي دي برضو نعملها نفس الحكايه دي برضو 2ap يعني هنحل دي الاول جوه البراكت وبعد كده يطلع بعمله باور 3 2 تايمز الاي اللي هي 5 اوفر 3 تايمز البي نيجاتيف 3 اوفر 2 دي ديفايد ديفايد اهيات العاديه 5 تايمز السي اللي هي 2 اوفر 5 ما تنساش ان كل دولت باور 3 ديت اوفر 1 هنكنسل 2 مع 2 و 3 مع 3 هيبقى الريميندر عندي نيجاتيف 5 ما تنساش نيجاتيف 5 ديفايد دي تروح مع دي ديفايد 2 تو ذا باور 3 نيجاتيف 5 ديفايد 2 يعني نيجاتيف 5 اوفر 2 نيجاتيف 5 اوفر 2 تو ذا باور 3 اعملها على الكالكوليتر هتطلع لك بنيجاتيف 125 اوفر الاي الايت. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم وما تنسوش لايك وسبسكرايب كمان للقناه وشير كمان الفيديو واشوفكم على خير باذن الله. سلام.